السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان. هذه تحية الإسلام عندي، تحية السلام عليكم وتحية الإسلام. كي دايرين؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الأحوال ما كاينينش هوش، مية هانية، كلشي مزيان، راحة البال كاينة، والحمد لله والشكر لله. نتمنى نلقاكم في صحة جيدة إن شاء الله، وسنة هجرية موفقة الله يدخلها علينا وعليكم نتوما اللي كتفرجوا ليا بالصحة والهنا وراحة البال. هادشي اللي كاين إن شاء الله. اليوم الخوت كيف كنقول لك، زعما جيناكم فيديو جديد، هو راه فيديو قديم، راه ما جديد ما والو، جديد بالنسبة ليا، لأن الحمام عندي عامر بالدبانة، كتسمى الدبانة. كنا كنقولوا لها شحال هادي الدبان الحمار، حاشاكم، قالين حمارة غير اسم وصافي. كنا كنقولوا الدبانه ديال الحمار هي اللي فيهم، دونك حنا باش غادي نحيدوا ديك الدبانه، انا كنهضر غير على الدبانه باش ما يمشيش بنادم غلط. هذيك الدبانه هذا راه ايفيكاس اورو ديال الحمد، هذا راه خرج له مبالا جديد، هذا راه خديته ب 25 درهم وخلاه ليا ب 480 ريال. باش نقول اللي كاينه نقولوا كونوا صريحين. سولتو بلايص خوين قال لك 25 درهم اخر ثمن، سولتو عند واحد هنايا قال لي 2078، لا 2026، في 2026 يعني باقي جديد. هذا هو المباراة جديد ديال اورو، وكيف قلنا الخوت هذا كنقضيو به على الدبانة فقط. راه هذيك القنبيلة اللي كتلقاها هنايا راه كترجع، وخا دير هذا، لأنك قال لك سال المجرب لا سال الطبيب. انا كنهضر على داكشي اللي جربته انا، كنهضرش عليك انت. كل واحد الانتقاد كاين والعصا في الرويده كاينه، ويعني راه مادام حنا عايشين بزاف ضروري ما تلقى واحد كيقول لا و20 يقولوا اه مثلا. هذيك راه ما هذيك واحد الحاجه مفروغ منها، ضروري ما كتلقى 1000 قلبها ابيض وكتلقى واحد قلبه كحل. هذيك راه اوبليغاتوار، راه ما تهضرش مع هذه الحياه اللي كتلقى مثلا 20 اغنياء لاباس عليهم، وكتلقى اربعه بلا ما نقولها ما عندهمش، فهمتيني؟ يعني راه ضروري من هكا وهكا، ربنا خلقنا طبقات، مادام خلقنا طبقات ضروري اللي تلقى فيه الفهامه ولا فيه هذاك. حنا كنقولوا داكشي اللي جربناه وراه ربي كيجهد علينا. هذا راه ما كيحيدش القميله، الا حيدها راه كترجع. وكاينه عاوتاني واحد القميله اللي ما تقدر، اللي كتبان بالمجهر، واحد القميله كتبان بالمجهر راه صغيرة، كتكون واحد الفريره. شوف 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 هو الشو كيعطر عليه، راه ما غادي تبارك الله. واحد الحلقه وسيعه، واحد الحلقه راه الشو كيجيبها، بقى شاد هو جايبو يجيبها، او جيب مع واحد نتو هاد الحلقه راه ولات كبره راه معلي الشي شوكي تا هو الشوكي يجيب شوكي. كيف قلت لكم الخوت، خلينا من الشوكي يجيب شوكي. شنو كنا كنقولوا؟ كاينه واحد القميله اللي بحال نقدروا نقولوا بحال مكركبه، بحال لا دايره، هي صغيره كتكون السيف. انا نشرح لكم مزيان، دابا السيف هو هذا هو السيف باش غادي نبين لكم. هذه هي شاد ديال الجوج، ما نطيحها هنايا انتوما، هنا في القنت كتكون، هنا في الراس ديال هاد الجناح هادو، هنا كتكون، هنا في هذا الخط، هذا كتكون هنا. هي الا شفتيها بالعين المجرده، الا شفتيها بالعين المجرده راه كتبان لك واحد بحال القيطه قهويه، القيطه هذيك ما كتحيدهاش، هذه ما كيحيدهاش. باش نكونوا واضحين، حنا هذا درنا غير فقط على الدبانه، من بعد وما غاديش نقول من بعد، خاصني ديك ضروري ندبر في الفلوس ونشري. من بعد غادي ناخذ ديك التقطيره بحال اللي كنت وريتكم ديال الشركه ديال طوليسان، دكتور شنودر راني ترى الاخ ازولاي راه كيبيعها، ديك التقطيره راه نسيت على سميتها، راه يمكن عندي هنا الخاوي لا تقطيع ولا تستقطيع عطونا لانها سالات. هي هذه الخوت، هي هذه شنو سميتها؟ سميتها اونتي باراتيت دروب دروبس دروبس
أنتي باراتي طروب زعما أنتي بارازيت بارازيت أنتي بارازيت هاي أنتي بارازيت هادي هادي خطيرة وهادي أنا أتحمل مسؤولية أمام الشعب هادي خطيرة لأني أنا جربتها وهادي كانت خديتها ب 3000 ريال 150 درهم من الرباط نهضرو في الواقع خديتها ب 150 درهم هادي متفقين وفيت خديتها من القرية من عند إخوة العزيف تحية الإخوة العزيف فيت خديتها من عنده من إخوة من عند إخوة العزيف وهادي راه إيفيكاس هادي راه خطيرة كدير قطرة هنا في العرق لمدة سنة الحمامة عام مكنهضر ليكمش على الدبانة غير باش نكونوا واضحين مكنهضرش على الدبانة كنهضر على ديك القميلة اللي كتلقى في السيوفة سبحان الله عام مدورش بيك كتلقى الحمامة تقلب ليها جناحها كتلقى نقية وما كيدير لا ريحة لا والو غير ملي كديرها واحد المدة ما كتعطيش الحمام يدوش ملي كديرها هادي راه خاصني هادي راه كيبحال ديك اللعبة ديال غادي للخدمة وما غاديش معايا بالخبز ديك الطاسة فيها المرقة والخبز ما عنديش يعني شنو الخبز ضروري ديك المرقة ما غناكلهاش معلقة ولا غادي نشربها ولا هادي يعني ضروري وهادي ضرورية ومؤكدة بالنسبة للموالي اللي جربوها ملي كتجرب الحاجة وكتلقاها خدامة لك راه ما كتستغناش عليها وهادي دابا راه خوات هادي وهادشي اللي كاين الخوت ان شاء الله دابا راه غادي ندورو على الحميمات على ود ديك الدبانه قلنا راه كاين معاك كتجبد الشنافر من هنا كنلقى فيهم 4 5 6 ديال 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 الشوكه وعاد هبط راه من قبيله كنهضروا الشوكه وعاد هبط دابا يعني راه دابا تقريبا شي دقيقه ونص ولا جوج دقائق هو طايح ها هو تبارك الله اللهم بارك هذا هو الشوكي كاين اللي كيقول لي الوزغي كاين اللي كيقول لي الوزغي وهادشي اللي كاين قلت لكم مادام ديك الدبانات هي كتكون حامله للامراض راه من بين المسائل اللي كتوصل الحمام اللي كتوصل المرض راه كاينه حتى ديك الدبانه راه الدبانه الا كان شي حمامه مريضه وطارت من هذه وسقات في هذه راه باينه حامله للامراض وحامله للفيروسات وحامله للميكروبات واللي البكتيريا اللهم ادفع حنا دابا ان شاء الله ندخلوا راه باقي ما عطيناهم شي ياكلوا ما عطيناهم شي يشربوا ندخلوا ندرشوا نطلقوا في الكولوار نحاول ما امكن الرش وليني غادي نرش في الشجنه لداخل وليني نحاول ما امكن ما عطاهمش ليه لان هذه راه هي خطيره واحد القضيه حيت هي في حقيقه الامر كضرب الحمامه طولت عليكم ليكم سمحوا لي انا كنهضر مع الناس اللي كتبغيني والناس اللي كتواصل معايا وتحياتي لكم نتوما جميعا اما هذوك اللي فيهم الهضره بزاف هذوك ما كنهضرش عليهم كنقدر نقول لهم الله يهديكم ما نسبو ما نقول لهم حتى شي حاجه الله يهديكم فهمتيني كل نقا كتعلق من كرعه عجبتك دخل تفرج فيا ما عجبتكش سيدي ما تدخلش عندي من هذا المنبر ما عجبتكش باش غادي تبقى دير كيف كنقولوا ديك العصافير الرويضه وتبقى ديك الفهامه هذيك ما عندنا ما نديرو بها ما تدخلش لعندي حنا هادي غمولعين كيف كنقولوا في هاد القناه راه ما مصورين منا والو اللي يكون في علم الاخوات والله الا غمولعين قسما بالله الا غمولعين باغي كنلوحوا فيديوهات وصافي هادشي اللي كاين وتحياتي لكم جميعا الشوكي ها هو طار وراه قبيله هبط واحد الحمامه قبيله هبط واحد الحمامه هنايا وجرينا عليها هادشي اللي كاين دابا غادي ندخلوا ان شاء الله وغادي نرشوا الحميمات واجيو معانا زيدوا تفضلوا زيدوا تفضلوا مرحبا بكم الاخوان تفضلوا انتما الاولين دابا ان شاء الله زيدوا وليدي زيدوا الخوت تفضلوا حتى نتوما دابا ان شاء الله غندخلوا لداخل نحاولوا ما امكن الحمامه نبقاو نضربوا لها هادشي الكولوار ما نضربوش لداخل لان واحد راه قتل الحمامه غير بهذا واحد ضرب الاورو ضرب الحمام باورو وسط الشجنه وخلاهم وسط الشجنه عند بالو ديك اللعبه علاش طلقتي دير البانيو دير البانيو لتحت دير البانيو لتحت باش هاكاك باش ما يفزك السطح قلت لكم ضرب الحمام وسط الشجنه وخلى داكشي تماك الحمام كيتخنق لانه هذا بحد ذاته سم بحال قضيه ديال ديدان واحد قال لي راه عندي الحناش والحمامه كتبزق ليا فيه الدود وفيه السينتا وفيه هذيك اللي ديك الثومه راه الثومه انا كنتحمل المسؤوليه ديال هاد الهضره هذه الا درتي الثومه ما كنقول لكش انا دير الثومه في الماء ولا تقول لي نرق الثومه في الزيت لا وطحن الثومه واعطي الحمام الثومه ياكلها بالثومه بالزيت ديالها بكلشي عطي الحمام ياكلها يومين في السيمانه هذيك الوصفه اللي درت انا هي الثومه مطحونه في مولينيكس ونديرها في قرعه وندير الطنطن يومين في السيمانه الا دار بك شي حنش ولا دار بك شي بوسكه ولا دار بك شي عقرب اجي تفتل هاد الكماره وتفل عليا وانا كنتحدى اي واحد
هاد القاضيه ديال الثومه مطحونه وشويه الملح ودا في قرعه الدجاج ودا في الثلاجه حرك وعطي يومين متتاليين بحال مثلا الجمعه والسبت عطي الجمعه والسبت الحميمات ياكلوا مع الحلبه ولا لو فيغ دوبيغ ولا اللي بغيتي عطي الحميمات يقصيو فيا الهضره بزاف انا راه ما كنتقاداش وملي توصل الكورس ملي توصل الكورس جرب عاوتاني عطي الحمام داك افي فور موكس ولا هذيك ديال الحناش ولا لحلك شي حاجه قول لي انت راه ما فيدكش يلا الخوت نتوما الاولين تفضلوا سير تفضل اولي ضربهم شي ها دابا ان شاء الله شد شد هذه غنولعوكم فواحد الحمامه حمامه ممتازه هي اللي عندك تعرفت من ليه هي اللي باغي نخلي ان شاء الله الى كتاب هيا جات لهنا سبحان الله حمامه ممتازه انا كنقولها وعجبتني وعندي واحد الأنثى اخرى كتشبه ليها هذه ديال الاخ والبطل نقولوا الاخ الاخ في الاسلام الاخ والبطل الونسو ديال اسبانيا هذه انتيوا هذه انتيوا شوف انتيوا كي داير اللهم بارك هذه انتيوا تبارك الله انا باش عجباني هذه انتيوا عندها الصدر عريض وغادو كتقطع دايره بحال داك الكرتون القديم كنهضر مع الناس القدام ماشي قدام بزاف يعني اللي زايدين من 70 لتحت ما كنهضرش مع موالين 90 الفوق هذوك ما كنهضرش مع موالين 70 1970 وهبط لتحت الكرتونه ديال الحليب اللي كانت قديما الحليب ديال سانترال كان واحد الكرتونه مثلثه راه كنا كنحلوها كنلقاو فيها الداخل الزبده الكرتونه كنا كنلحسوها ملي كنشربوا الحليب الكرتونه كنت كنحلها وكنلحسها انا هي هذه دايره بحال ديك الكرتونه الحليب اللهم بارك وانتيوا زعما انا عجباتني تقليبه انا عجباتني شوف العوينه عندها كي دايره وتبارك الله انتوا هذه ان شاء الله هي كتابه الخوت علاش نفردها هذه غنفردها بالدوبل باك اللي عندي هذه اسبانيا ها هي اسبانيا مدريد مدريد هاي اسبانيا مدريد هادي اسبانيا مدريد وعلى ما قالوا راه عندها انجازات في الدومي فون على ما قالوا راه انت زعما اللهم بارك وانا راه عادي عزلتها بيديا لان الاخ الونسو ماشي هز وعطاني داروا لي ابيل فيديو الله يجازيهم بخير لا الاخ الونسو ولا الاخ عبد الرحيم حتى هو تحيه من المنبر عبد الرحيم بالديار الاسبانيه ولد لولد سيدي موسى غير صعب شويه عليكم اصاحبي حتى نتوما قلت لكم ولد سيدي موسى ولد سلا دار لي ابيل فيديو ابيل واتساب فيديو قال لي اخاي جمال عزل الحمامه اللي بغيتي انا كنشوف حالك هيا بنت لي هذه مثلثه دمع عليك صافي هزاو الزيت الذكر قال لك هذه كرك بالصحه والراحه ما علينا دابا حنا غادي نرشوا الحميمات وغادي نطلقوا هنايا اما بلاتي راه تشوف انا سيت كنشوف كوب جبر كوب جبر كوب جبر باش نحط الحمام في الكوروه ها حيدوا هذه شوف الطريقه الاخوان ها انتوما هذه هنا الطريقه اللي كنديروا كنشدوا الحمامه بحال تبعدنا عند شي باش بعد صافي واحد كنشدوا الحمامه كنديروا ليها هكا راسها ما باينش سمعتوا كنبين الاخ ازولاي تحيه ليه ها انتوما الاخ رضوان ها انتوما حتى هو تحيه ليه ها انت وتحت الديك ديالها وهنا الظهر والصدر وطلق الحميمه خليها تشمس دابا راه الحمام غير دهشه من هاد الريحه راه كيدهشه وانما ما كاين حتى شي اشكال نعاودوا الحمامه الثانيه حنا غنشدوا ديك التشبات هنا ها هي حمامه ها انتم نولعوكم في الشنابر ديال هادو الشنيبرات ديال 2021 من البيكان ديال الاتحاد السلاوي 2021 هادي راه تبارك الله هادي راه مبيضه هاد النتوما هادي راه بيضات هادي بنت الذكر ديال بوشعره ها هي بنت الذكر ديال بوشعره راه شحال باقي لها تبارك الله من السيف باقي لها 4 سيوف باقي لها 4 سيوف ها هو الخامسه هو جايبه 4 سيوف اللي باقي لها كيف كنا نشدو نديرو ليها بحال هكا ها نتوما سير سير بعد سير ناس سير سير انا كنت كنشدو كنديرو ليها بحال هكا كنرسو هنا تحت هنا نرسو هنا تحت الديل هنا الظهر دير واحد شي شويه عاوتاني جناح من هنا صافي وصافي الحميمه وديك الساعة إلا كان شي دبانة قول ليها تبان نشدو لكم الحمامة الثالثة هي عبارة سبحان الله هذه والله إلا خوتها هذه راه خوتها ديك النتيوة هي ديال الذكر بوشعرة ونفس الأب ونفس الأم هذه باقي ليها خمسة سيوفة وليني هنا باقي ما بدلاش الدار باقي شنفورة هذه راه مشات ليا خوتها مشات ليا في هذا اللون نيت
باتحاد فيه هذا 21 مشات ليا اما 20 اما 19 خذ هذه مشات ليا كيف العاده كما العاده وكما المعتاد كنرصد الظهر شوف الراس كي دايرين لي ها الجناح هنا تحت الديل شويه صافي وطلق الحميمه حنا غادي نبقاو غاديين بحال هكا شدوا شي شنبور من هذه التحتانيه والله العظيم ما نكذب عليكم هذا نفسه خوه منيت ها هو هذا باقي ما طارش هذا هذا يلاه عزلتو يمكن حتى الماكله ها انتم باقي فيه الصفوريه هنا في راسو هيا شتو باقي فيه الصفوريه في راسو ها شوف هنا في الشمس شي شي راه باقي فيه الصفوريه في راسو هذا راه يمكن حتى الماكله ها هي في دبانه الخوت في دبانه ها انا غادي نقتل ما دابا وهكذا دوالي غنجبد لكم خوت هذه اللي طلقنا اللي قلنا بيضات ها هي خوتها من الاب خوت هذه ها هي هذه خوتها طاجين هذيك اللي قلنا باقي لها اربعه السيوف هذه باقي لها ثلاثه هذه خوت هانيت هذه خوتها حتى هي باق اتحاد السلاوي هذه تبارك الله راه هي كبيره حتى هي بنت الدكتور ديال بوشعره مع واحد البدعيه ديالي راه هي لهين اطلق وحنا غادي بحال هكا الاخوان نبقاو نشدو حمامه بحمامه خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا كنديروا الحمامه هكا شوف راسها كي داير او دبانه دبانه مات ها هي ها هاي دبانه دبانه هنايا ها هي شده جبده ها انا الخوت حتيا اه ها وحده كرمات يما والله الا كرمات 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 حنا راه باقين مع الاينات مع الشنيبرات والاينات انا غادي نلاحظوا الا كانت شي دبانه ان شاء الله وقول لي واحد قول لي حشومه عليك تقتل الدبان انا نبقاو غادي حبه حبه وحنا معاكم خليكم معنا حتى نتوما كوي الدبانه الدبانه هاي 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 شو هاي ها نتوما الخوت هي كرمات هاي 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 انا الخوت ها ما بغاتش تطلق منه ما بغاتش تطلق ها الاخرى الاخرى خرجت ها هاي هيا كرمات كرمات لما كرمات كرمات اقول لي واحد علاش قلتي ما سنابر يكونوا فيه اكرم ما كاينش تقبط لايا عاد عاد جلول الشاكوش محلول خليكم معنا اخويا سمير السلام عليكم ورحمه الله بخير عليك كلشي مزيان ها شوف 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 شي دبان ها هما جوج صافي غادي يمشيو بالنسبه للعرجه هي هذه اخاي سمير اللي كنت هضرت لك عليها خفاز كاع هي هذه العرجه ها نتوما العوينه ديالها اخاي سمير ها جا شوف هنا ها انت رجليها شيا مهرسه من هنا وكانت مهرسه من هنا جوج هرسات رجلي راه كانت مهرسه هاد الحمامه راه 2008 الباك ديالها انا غادي انا اللي محيد ليها الباك راه 2008 هاد الحمامه هي اخويا سام خي سمير اللي كنت هضرت لك عليها هذيك الاخت ديالها عندها جوج ديبلومات في طنطان وهاد الحمامه ديكلاريت انا ديكلاريت في نهاري مع الرباطيه في عام 2009 هما كانوا 2008 لعبنا بهم في 2009 اختها ديكلاريت بها في نهارها تكلاسات الرتبه على ما كنظن سبعه في الجمعيه والرتبه ثمانيه في الاتحاد في نهارها والغد ليه والله العظيم ما نكذب عليك اخويا سمير الغد ليه في الصباح حيت كاين اللي ما ديكلاراش في نهارو حمام كاين اللي ما دخلش ليه في نهارو
لغد لي اول حمامه كتدخل في الجمعيه الرباطيه هاكا نقولها وكتحمل مسؤوليتها. اول حمامه كديكلاري لغد لي في الصباح ابو نور باقا الظلمه هي هاد الحمامه دابا اللي طلقت ليكم. فهمتي اخويا سامي؟ هاد الحمامه نعرجع هي اللي طلقت، فهمتيني؟ راه ولدها هو داك الذكر المخنفر اللي عندي اللي دابا نوريكم ولدها طوبي، هذاك هو ولدها. خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الغبره كاينه، الغبره وخاص يقنعها الدراري، يعني دابا راه البداله راه ضروري من الغبره، هذا باش تعرفوه. بالنسبه للحميمه طربناهم كاملين، وراه الدبانه شحال من دبانه كتبان لي طايحه، نعطيهم دابا نخليهم هنا يتشمشوا على ود الريحه باش حتى الشجنه تهوى شويه من الريحه ديال دار الاورو، راه هذا راه بحد ذاته سم. ضربنا انتيوات، غادي نعطيهم دابا ياكلوا هنايا ونحطوا لهم هنا يشربوا، ان شاء الله ما غاديش تطلقوهم لان فيهم الشنيبرات، كاين شي شنيبرات باقيين ما مرصينش، ما بغيتش نطلق دابا الحمام. انا نعطيهم غير ياكلوا ونعطيهم يشربوا ان شاء الله، وغادي ندوز عاوتاني للدكور غنوريكم ولد هذيك النتوى العرجه، غادي نوريه لكم غنعطيهم بعدا ياكلوا ونعطيهم يشربوا ماكله عاديه موها عاديه. غندوز نضرب هذوك ديال البروديكسيون وغادي نضرب هذو ان شاء الله، وهذا الشيء اللي كاين نجي بعدا نوريكم. كفو اجي معايا. اجيو معنا خليوني ندخل انا الاول عادي فيهم ان شاء الله. تفضلوا، مرحبا مرحبا وزيد قدام، مرحبا 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 الاخوان، مرحبا مرحبا بكم عندنا. بالنسبه للدكار الاخوان، هو هذا هو الدكار، ماشي دكار، دوله دكار، حيت كاين الدكار وكاينه دوله دكار. هذا هو الدكار اللي قلنا حنا غنشدو، هذا هو ولد ديك العرجه، هذا راه 2012. هذا الذكر هذا ولد ديك النتوى، هذا ولد العرجه. ها هي الدبانه كاينه هنا، شمات ريحه ديال الاورو، الدبانه كاينه هنا، هاي هاي هنا، هاي هاي طاح. ما علينا، هذا ولد العرجه، هذا راه كنطلقتوه بكره، ضرب ليا شهر والفيديو ديالو راه باقي مخبيه باش جا. جا مغيس وجا واحد الحاله حاله، وهذا بنتو راه مديكلاري بها في 560 السنه الماضيه، راه بنتو شنيبيره مديكلاري بها في 560 الرتبه 7 على ما كنظن، ولا مع الرتبه 13، لا الرتبه يمكن 13 في 560 مع هاد النحاسيه هادي. هو هذا، وهذا راه ذكر، واش من ذكر؟ ذكر ممتاز بالعربيه ديال ممتاز، راه ممتاز ان شاء الله، هادشي اللي كاين. وكيف قلنا الخوت نكملوا دابا، خلينا الحميمات كياكلوا ليه وكيشربوا، وتحياتي لكم كنقولها دائما وابدا، وتحيه لخويا منير مخلص والكتاكي ديالو، انت يا بنيتي انت ها تحيه ديالك، انت هي اللي متبعاني والكتاكي ديالو كاملين. وما نساوش الاخ رضوان والكتاكي ديالو والاخ سامي، وانت نتوما المتتبعين ديالي، انت نتوما كنحييكم من هذا المنبر، ولا تقطيعوا، خليكم معنا خليكم معنا. وكيف قلنا تحيه لخوتنا وحبابنا جميعا اللي كيحبونا ارض الوطن وخارج ارض الوطن، يعني كنقول تحيه للجميع ان شاء الله للجميع. خويا مصطفى الاص تحياتي ليك، خويا عبد الجبار كذلك، خويا الروبيو ديال المحمديه راك تماك، تحيه ليك وتحيه للناس ديال المحمديه جميعا، لا المولوعين ولا حتى المولوعات، راه كاينين حتى المولوعات في المحمديه عندكم، تحيه لهم كاع اللي كيحب الطائر اللي دايره الطائر كولاعه ولا نزاها كيف كيقولوا، كنحييه من هذا المنبر. وتحيه لخويا محمد امين من تارودانت، راه ما نسيتكش اخويا محمد امين، وخويا زكريا الزكاني من اسفي، الزكاني من اسفي، ويحيى من اليوسفيه، حتى اخويا يحيى راني معاك. وما نساوش اسامه قرني من واد الصم، اسامه قرني من واد الصم، واكره واحد داخل كاتب اكره السنافير، انت اكره السنافير، تحيه لهاد القناه اكره السنافير. وخويا امين الريشي تحيه ليه، والدبانه الحمراء كدور علينا هنا لان الريحه ديال اورو فينا عليها، الدبان دابا كيشم اورو كيبدا يحلقز. خويا امين الريشي، وخويا احمد محمد من مدينه اصيله، وما نساوش خويا رياض كريم والحمريتي المهدي حتى هو تحيه ليه، وتحيه لخوتنا خويا البشير والاخوان كاع اللي كيحبونا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن، خويا عبد الرحيم وخويا
يونس الرموك تحية ليك وطريق السلامة، والله يبعد عليك أولاد الحرام، الله يبعد عليك أولاد الحرام. هادشي اللي نقول لكم، وتحية لخوتنا وحبابنا جميعا كاع اللي كيحبونا هنايا ولهيها. أنا كنقول لكم كاع متتبعين ديال القناة ديالنا، وحنا معاكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا معاكم الفيديوهات حتى حتى ما بقاش نقدر نهضر، صافي وغادي نحبس. هادشي اللي كاين، وتحياتي لكم، واللي نسيتو بين قوسين اسمح لي، والسلام عليكم ورحمة الله.